مجرد حلاوي حقيقي بجد ولا هو شويه فتاوي محتاج يوصل له يثبت الايمان وابقى ساعد هواثق وثابت مهما كان ولا تتهز شعره توبتي والاصول واقف على أرض صلبة، واللي يقول يقول، واللي يقول يقول، واقف على أرض صلبة، واللي يقول يقول. <تسغل> إنت هنا مش بتديها جمالها، أنت هنا بتعلن عن حقيقة هي موجودة جميلة مم. وده نفس اللي بينطبق على الكنيسة والعهد الجديد الكنيسة كانت بتعلن قانونية أصفار العهد الجديد مش بتقول مش بتحدد مش بتديها دا دا القانونية مم. عشان كده سلطان الكلمة سلطان العهد الجديد ذاتي مم. ولا يكتسب من أفراد مفروض. سلطان الكلمة سلطة الكتاب المقدس هي سلطة ذاتية يعلن نفسه بي بيقول عن نفسه بيعلن طبيعته من ذاته مش من شهاده الكنيسه شهاده الكنيسه جميله تمام و, و وتقدر لكنها بمثابه اعلان فقط ولا تعطي المصداقيه يعني الكتاب صادق في ذاته بنفسه لانه هو صادق الكتاب صادق لانه هو صادق مش لان حد, حد قال أنه إن هو إن هو صادق. ازاي بقى وصلنا احنا دلوقتي مم. احنا بنتكلم على ايام زمان ازاي جمع بس احنا بقى دلوقتي وصل ازاي قبل القرن الخمسة عشر الناس لما كانت بتحب تكتب يا كوكي اي وثيقه مش بس العهد القديم او العهد الجديد لكن اي كتاب بيتكتب كان لازم يتكتب بخط اليد فانا مثلا لو عندي كتاب زي الكتاب ده وعايز اعمل نسخه منه عايز آخذ نسخة من الكتاب اللي معكوكي فلازم أعمل ايه لأ شكرا ليك شكرا حبيتك لازم أنقل الكتاب ده صفحة صفحة أمسك كل صفحة وأنقلها جملة طب. جملة سطر سطر كلمة كلمة م. لازم أنقلها بخط إيدي العملية دي اللي هي أن أنا باخد من هنا واكتب كده اسمها عملية النسخ يعني أنا بعمل نسخة من الكتاب اللي موجود ده طب نسخة طب. دي اسمها نسخة النسخة دي او اللي بتبقى مكتوبة بخط اليد دي اسمها مخطوطة فالمخطوطة هي جاية من انها اسم مفعول اسم مفعول لأن هو اه هي مكتوبة بخط اليد فالمسيحيين فال الاوائل في القرن الاول الميلادي طبعا كتاب العهد الجديد كتبوا بنفس الطريقة كانوا بيكتبوا الاول على ورق البردي بعد كده ابتدوا يجيبوا جلود الحيوانات ويهذبوها كده يشيلوها ينظفوها من الشعر يسووها ويسووا الاطراف وبعد كده تتعمل بشكل الكتاب اللي اتكلمنا عنه قبل كده تمام وكانوا يبتدوا يكتبوا عليها كلمه كلمه سطر سطر باراجراف باراجراف صفحه صفحه من النص اللي عايزين ينقلوه فلو هو حد عايز يعمل نسخه مثلا من انجيل يوحنا نفترض ان انجيل يوحنا كتبه يوحنا في مدينه افسوس وهناك راح واحد من كنيسه سميرنا وعايز يعمل نسخه من انجيل يوحنا ياخدها معاه لكنيسه سميرنا لازم يعمل ايه؟ يجيب لازم يجيب ويقدر. انجيل يوحنا قدامه ويقعد ينقله واحده واحده. ده ما كانش بياخد برديه واحده ولا طبعا محتوطة. كان بياخد لفه، فاكرة اللفه اللي آه. قلنا عليها، فده كان عمليه مجهده وشاقه جدا جدا. فالنساخه دي عمليه النساخه دي بتتعمل باليوناني على فكره، يعني العهد الجديد بيتعمل باليوناني مش بالعربي. طمعًا. اخدت وقت طويل العمليه دي خدت وقت طويل جدا وابتدى قرن ورا قرن العهد الجديد يتنسخ ويتعمل منه نسخ والنسخه اللي اتعملت تيجي تعمل منها نسخه تانيه والنسخه التانيه دي اللي اتعملت تيجي تعمل عنها نسخه تانيه وابتدى يبقى عندنا شجره مخطوطات كل واحده متاخده عن الثانية وكل واحده متاخده عن التانيه شجره مخطوطات كده متفرعه عن بعضها البعض كده والمخطوطات دي كانت بتتنقل جيل بعد جيل كان العهد الجديد كله يتنقل ويتكتب ويتنسخ. لما بدات حركه الرهبانة تظهر بدا يبقى عندنا رهبان متفرغين موجودين في في الاديوره وفي الكنايس للعباده بس، للصلاه بس فكانوا مهمتهم ان هم ينسخوا الكتاب المقدس يعملوا منه نسخ تكون موجوده ومتاحه للكنيسه في كل وقت. وبدا يبقى عندنا حرفه النساخه يعني زي شغلته الحر شغلانته ده واحد كده او مجموعه بقى يبقى عندنا حاجه اسمها حجره النساخه يبقوا مجموعه قاعدين جوه الحجره دي ويبتدوا ينسخوا الكتب بمقابل مادي تمام فمدينه اسكندريه آه، مدينه كانت مشهوره بالادب بالمدرسه الفلسفيه كانت مشهوره بالمدرسه الاسكندريه اللاهوتيه فكان فيها ادب كتير فكانت مشهوره بحرفه النساخه دي عشان كده افضل مخطوطات موجوده النهارده للعهد الجديد كانت مكتوبه في مدينه اسكندريه مكتوبه في حجر النساخه بتاعت اللي, هي موجودة, اللي موجوده في مكتبه كانت موجوده ساعتها في مدرسه اسكندريه وكانت موجوده في بقيه المدينه فمع مع مرور الزمن مع مرور القرون ومن القرن الاول لحد القرن ال15 العهد الجديد كان بيتنقل عن طريق النساخه، عن طريق المخطوطات، المخطوطات اللي بتتكتب واحده ورا الثانيه. وغير كده بالتوازي مع نسخ المخطوطات اليونانيه الكرازة المسيحيه كانت بتنتشر، كانت بتروح اماكن جديده مش بتتكلم يوناني. تمام. فتروح مثلا روما بيتكلموا هناك لاتيني. ما بيتكلموش يوناني، فده كان معناه ان العهد الجديد والكتاب المقدس كله لازم يترجم من يوناني للاتيني ولازم يترجم للسرياني ولازم يترجم لقبطي ولازم يترجم موجودة. لجيورجي ولازم م. يترجم لسلافي و... يعني انواع كتير القوطيه انواع كتير جدا من اللغات اترجم ليها العهد الجديد خلال ال15 قرن الاولانيين وغير كده كمان كان عندنا اباء الكنيسه والكتاب المسيحيين كانوا بيقتبسوا دايما م. من العهد الجديد يعني هما بيكتبوا وهم بيكتبوا مم. كتبهم التأملية أو هم بيعملوا تفسير للكتاب المقدس كانوا يكتبوا الآية أو العدد ويكتبوا شرحه العدد وشرحه فبقى عندنا ثلاث مصادر بناخد منهم نص العهد الجديد المصدر الأول هو المخطوطات مخطوطة. اليونانية المصدر الثاني هو الترجمات ترجمة. المختلفة المصدر الثالث هو اقتباسات الأباء والكتاب المسيحيين عبر الزمن وده استمر لحد القرن الخامس عشر طيب كل ده ووجع القلب والنسخ وكل آه. ده كان قبل اكتشاف الطباعه بعد بالزبط. بقى ما اكتشفت م. الطباعه بالزبط. ايه اللي حصل جوتنبرج الشخص اللي اخترع الطباعه اخترع ماكينه بتطبع بطريقه بدائيه جدا طبعا مش زي الطباعه النهارده خالص ففي الوقت ده اصبح ممكن يبقى عندنا نسخ متطابقه شبه طبق الاصل 100% شبه بعض لان الطباعه ما بيطلعش بينها اختلافات طبعا لكن لما جوتنبرج اخترع الطباعه بدا يبقى عندنا نص الكتاب المقدس مطبوع ويمكن دي معلومه مهمه ان احنا نبقى عارفينها ان اول كتاب طبع في تاريخ البشريه هو الكتاب المقدس باللاتينيه واللي طبعه جوتنبرج نفسه جوتنبرج اللي اخترع الطباعه وده كان في القرن الخامس عشر وبعد مرحله اختراع الطباعه بدا يبقى عندنا حاجه ملحه إن احنا عايزين نطبع العهد الجديد باليوناني. مم. طيب لو عايزين نطبع العهد الجديد باليوناني لازم نعمل إيه؟ لازم نرجع للمخطوطات الموجودة بين إيدينا. بالزبط. فبدأنا نلم المخطوطات، بدأنا نجمع المخطوطات اللي موجودة في العالم كله مم. ونحطها مع بعض ونقارنها ببعض ونعمل فيها دراسات وأبحاث، بدأ العلماء الكتابيين اللي بيعرفوا يوناني ولاتيني وقبطي وسرياني ولغات مختلفة كتير، بدأوا يجمعوا المخطوطات ويحطوها جنب بعض. وبدأنا نقارن ما بينهم ونشوف مين فيهم أقدم ومين فيهم منتشر أكتر ومين فيهم عنده مصداقية أكتر وناخد من المخطوطات دي النص اللي هنطبعه. تمام. فبدأنا ناخد النص ده ونستقر عليه ونقول أيوه هو ده النص اللي هيتطبع لأن المخطوطات لما بنجمعها مع بعض بندرسها مع بعض بنطلع الاتفاق بينها وبنطبعه. تمام. والنص اللي مطبوع ده بقى هو ده نص العهد الجديد اليوناني اللي بيتم طباعته من القرن ال15 ولحد النهارده وده النص الـ الـ اليوناني القياسي اللي بيستخدم في عمل بقى الترجمات طيب ده بالنسبه لليوناني بالظبط لكن انا برضو سؤالي يعني انت مشيت معايا ماشي حلو بس سؤالي آه. بقى النهارده انا مصر اه كمصريه وكأي حد في م. اي دوله، ازاي وصلت الكتاب المقدس ده بالعربي ده مش آه. باليوناني، ازاي بقى وصل لي م. انا ده؟ الحقيقه ان بعد ما اتطبع العهد الجديد اليوناني وبدأ الاصلاح البروتستانتي يخرج الكتاب المقدس للناس ال ال الكنيسه وجدت ان الناس مش بتفهم العهد الجديد باليوناني م. ولا باللاتيني ولا بيفهموه العهد القديم بالعبري بالظبط فكان الحل الوحيد هو ان احنا نعمل ترجمه للكتاب المقدس. فنلاقي حتى مارتن لوثر بدا يترجم الكتاب المقدس للغه الالمانيه. م. نلاقي المصلحين كلهم بداوا يترجموا الكتاب المقدس للغات مختلفه علشان يوصل الكتاب المقدس بالعربي. وفي القرن ال 19 وصلت الارساليات المسيحيه لمصر. وبدات تفكر وجات ارساليات ثانيه للبنان وجات ارساليات مختلفه لمنطقه الشرق الاوسط وبداوا يفكروا ان احنا عايزين الكتاب المقدس يكون متاح باللغه العربيه نقلا عن اللغات الاصليه عن اليوناني وعن العبري ده عشان نضمن دقه النص ودقه الترجمه وبداوا يفكروا ان احنا محتاجين ان احنا نعمل ترجمه باللغه العربيه وتكون متاحه لكل الناس جه فريق عمل مكون من فاندايك مكون من سميث ومعاهم بعض الفنيين العرب الاساتذه المتخصصين في الترجمه في اللغه العربيه وقعدوا في حدود حوالي 25 ل 30 سنه بيشتغلوا على النص العبري عشان يترجموا العهد القديم وبيشتغلوا على النص اليوناني عشان يترجموا العهد الجديد وبالفعل سنه 1865 اتنشر الع... الكتاب المقدس بالكامل عهد قديم عبري وعهد جديد يوناني مترجمين مع بعض عن إلى إيه اللغة العربية م. ودي الطبعة اللي احنا بنستخدمها النهاردة كلنا اللي بنسميها طبعة فاندايك فاندايك ده اسم الحد اللي انت ده اسم شخص كان مشارك وهو الشخص الرئيسي م. الشخص القائد بتاع الفريق اللي ساهم في ترجمة الكتاب المقدس للغة العربية والحد النهاردة احنا الترجمة اللي بين ايدينا دي النهاردة المتاحة معانا هي دي ترجمة فان دايك، وبالمناسبة احنا في سنة 2015 بنحتفل بذكرى مرور 150 سنة من 1865 لحد سنة 2015 150 سنة عدت على وجود الترجمة دي بين ايدينا النهاردة موضوع جميل قوي وانا كان يعني كان نفسي اعرف ازاي فعلا وصل الكتاب المقدس دلوقتي بين ايدينا لانه ناس كتير بتشكك في, في في في, المخطوطات والامور اللي وصلت لنا شكرا جدا يا فادي يعني انا دايما بتعبك معايا